السلام عليكم ورحمة الله. خرج القيادي البارز في حركة أنصار الله الحوثية وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد البخيتي خلال الساعات الماضية بأول تعليق على إنتاج قناة السعودية MBC مسلسل درامي يتطرق لشخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان. وقال محمد البخيتي في تغريدة له على تويتر: إن هدف القناة من إنتاج المسلسل لمعاوية هو إثارة الفتنة بين المسلمين وإضلالهم. استدرك في تغريدته: لذلك علينا سرد الحقائق بحكمة وبدون تشنج وبلا إساءة. ويوضح محمد البخيتي قراءته للعمل الفني بالقول: لقد بين القرآن الكريم أن الأئمة فريقان، فريق يدعو إلى النار بأمر الشيطان، قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وفريق آخر يدعو إلى الجنة بأمر الله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ويضيف: سيعمل المسلسل على شد المشاهدين لشخصية معاوية ليتعاطفوا معه بهدف إشراكهم في جرمه، كما اشترك بني إسرائيل في جرم أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء لمجرد أنهم تعاطفوا مع قتلتهم ولم يتبرؤوا منهم. ويستشهد محمد البخيتي بالنص القرآني: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم. ويختتم بالقول: نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هناك شبه إجماع بين المسلمين شيعة وسنة على حقيقة أن الإمام علي كرم الله وجهه كان على حق، وأن معاوية بن سفيان كان على باطل. هذا ومن المتوقع أن يعرض المسلسل الذي فجر ضجة في الأوساط الإسلامية على شاشة MBC خلال رمضان المقبل. جهة أخرى، رفض رجل الدين العراقي مقتدى الصدر ما وصفها بالمساواة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وذلك في إطار انتقاد جديد لمسلسل معاوية المزمع عرضه على قناة MBC خلال شهر رمضان المقبل. كتب مقتدى الصدر على صفحته الموثقة على موقع تويتر: إن الجميع يعرف نبذة للطائفية، لكن ذلك لا يعني القبول بالمساواة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. وأشار رجل الدين الشيعي إلى أن التاريخ مثبت عند كل الطوائف الإسلامية: معاوية خرج وانشق عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بشتمه وقتل من الصحابة من لم يرضى بذلك. وأضاف الصدر قائلا: فمن الظلم والإجحاف المساواة بينهما أو التقريب بينهما بمسلسل درامي يزيف التاريخ ويحيد عن الحقائق على حد قوله. وأردف زعيم التيار الصدري قائلا: أما والله لو كان المسلسل لشخصية أخرى لا تنتمي لآل أبي سفيان وآل أمية ما تفونت ببنت شفه، على حد تعبيره. وكان الصدر هاجم المسلسل قبل أيام معتبرا أنه لا يتفق مع السياسة المعتدلة للمملكة العربية السعودية. ويرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضرورة تراجع MBC عن بث مسلسل معاوية بن أبي سفيان في رمضان المقبل. واعتبر الصدر في تغريدته أدناه أن بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة للمعتدلة التي تنهج المملكة العربية السعودية. ويتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان مرورا بتولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم استشهاد علي وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية وتولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين بن علي في كربلاء.